بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى كتاب ديال لي غيكومبوندر. ونستأنف مع جو جاكين امبارو بغوي سويت. إذن عندنا تابع، إذن عندنا هذه الكلمات وهذه العبارات. فأول عبارة كما نلاحظ عندنا دي سوري كي كور، دي سوري كي كور، إذن عدة فأرات تجري، عدة فأرات التي تجري، دي سوري كي كور. نقول مثلا des rats et des souris courent partout. Il y a un totalement d'hygiène. Des rats et des souris courent partout. Il y a un total manque d'hygiène. Et dans des rats et des souris. Et dans le cas Jordan ou Firan courent partout. Le rat, comme nous le cas le rat. Tout le monde a la souris. Le cas de la souris. Et dans le cas de la souris. Des rats et des souris. Firan ou Firan, comme nous l'avons dit. كور بارتو، أنهم يجرون في كل مكان. عندنا هنا الغرب كورير أو بخيزون، إذا نقول إل كور، هم يجرون بارتو في كل مكان. إليا أن توتال مونك ديجيان، إذا هذا يدل على أن هناك خصاص كبير في النظافة. إليا أن توتال مونك، إذا كما نقول هناك خصاص توتال كما نقول عام، كما نقول كبير، ليجيان للنظافة، ليجيان مقصود بها النظافة. دي غا اي دي سوري كور بارتو، إلي أن توتال مونك ديجيان. ثم عندنا لي سوري كور تخي فيت، إيميت دي غاز مون إيكي، إي أباريس أونيكمون بوندون لا جورني. لي سوري كور تخي فيت، إذا الفئران كما نقول الفأرات، كور تخي فيت، أن تجري بسرعة، أن تجري جد سريع، أن تجري بشكل سريع جدا. أمت طبعا هنا عندنا فيرب أمت، هذا فعل بتة أو أصدر دي غرانسمون، إذا نتكلم عن أصوات الفئران إيكي كما نقول حادة. أمت دي غرانسمون إيكي، إذا هي تصدر أصواتا حادة طبعا بالشكل الذي نعرفه على الفئران. إي أباغيس أونيكمون بوندو لا جورني، ثم تظهر. إي أباغيس هنا يصير فيرب أباغيتر أو بريزون et apparaissent, إذن هي تظهر uniquement فقط pendant la journée أثناء النهار، ولا تظهر إلا أثناء النهار. إذن هذه الفئران أن تجري بسرعة كبيرة، ثم أن تصدر أصواتا حادة، ثم تظهر فقط أثناء النهار. Les souris courent très vite, émettent des grincements aigus et apparaissent uniquement pendant la journée. ثم عندنا le plafond. لو بلافون، لو بلافون السقف، ممكن نتكلم عن سقف من سقوف المنزل مثلا، أو نتكلم عن سقف معنوي، مثلا نتحدث عن سقف الأسعار، سقف المبيعات إلى غير ذلك. إذا نقول مثلا لا كولور بلونش كونتينيو أدوميني لي ميور إي لو بلافون، لا كولور بلونش كونتينيو أدوميني لي ميور إي لو بلافون. إذا نتكلم عن اللون الأبيض، لا كولور كلمة مؤنثة طبعا، إذا سنقول هنا بلونش ولا نقول بلون كما في حالة المذكر مثلا. إذا نقول مثلا لا ميزون بلونش، البيت الأبيض، كما نتكلم عن البيت البيضاء. إذا نتكلم عن كلمة مؤنثة هنا، إذا طبعا سنقول بلونش ولا نقول مثلا بلون، مثلا نقول لو ميور بلون. إذا نتكلم عن الحائط الأبيض، إذا هنا لا كولور بلونش، إذا نتكلم عن اللون الأبيض، كونتيني كونتيني أدوميني لي ميور إي لو بلافون، أنه يستمر في، كما نقول أنه يستمر في السيطرة على الجدران والسقف، كما نتكلم هنا عن جدران ثم نتكلم عن سقف، يسيطر فيها اللون الأبيض، هذا هو المقصود هنا، يسيطر فيها اللون الأبيض. إذا لا كولور بلونش، إذا نتكلم عن اللون الأبيض، continue continue أنه يستمر. طبعا هنا عندنا لو فيرب continue، هذا فعل استمر، أدوميني أنه يستمر في السيطرة، ومن مثلا كلمة لا دوميناسيون تتكلم عن السيطرة أو الهيمنة، لا دوميناسيون. إذا هنا continue أنه يستمر في، أدوميني يستمر في السيطرة، السيطرة على مدى لي ميور إي لو بلافون، يسيطر على الجدران ثم يسيطر على السقف. ذكرنا كلمة لو بلافون، إذا نتكلم عن سقف مثلا سقف المنزل،
إذن هنا نتحدث عن الكلمة في معناها الحقيقي. ممكن أن كلمة لو بلافون كما ذكرنا قبل قليل أنه يكون لها معنى مجازي كما عندنا في المثال الثاني. Il a déclaré que le plafond des prêts serait relevé. Il a déclaré, إذن هو صرح. طبعا هنا عندنا لو فيرب ديكلاري او باسي كومبوزي مصرف في الماضي المركب. إذن il a déclaré, إذن هو صرح que le plafond بأن السقف سقف ماذا؟ que le plafond des prêts بأن سقف القروض serait relevé. كما نقول بأنه سيتم الرفع منه، سيتم رفعه مرة أخرى إن صح التعبير، ولكن هنا عندنا سوغي غولوفي. إذا نتكلم على لو كونديسيونيل بريزون دي فيرب غولوفي ولكن على فوا باسيف، ولكن على فوا باسيف. إذا نتكلم عن تصريف فعل غولوفي كما نقول فعل رفع من جديد، لو فيرب لوفي أنك ترفع، غولوفي أنك ترفع من جديد. إذا هنا Il a déclaré que le plafond des prêts, إذن هو صرح بأن سقف القروض، نتكلم عن القروض التي يمكن أن تعطى للأشخاص الذين يبحثون عن سلف. إذن نتكلم عن القروض التي تعطى للأشخاص الذين يبحثون عن سلف. إذن il a déclaré que le plafond des prêts, إذن هو صرح بأن سقف القروض serait relevé. كما نقول هنا ربما هو سيتم الرفع منه. إذا نتكلم عن سوغي غولوفي كما قلنا سي لو كونديسيون بريزون دو فيرب غولوفي ولكن على فوا باسيف ولكن في المبني للمجهول. عادة نتكلم عن لو فيرب غولوفي أنك ترفع من جديد شيئا ما، ولكن هنا نتحدث عن لو بلافون دي بري هو لي سوغي غولوفي، هو الذي سيتم الرفع منه ماشي هو اللي غادي يرفع من حاجة أخرى. إذا نتكلم هنا عن أنه سيتم الرفع منه وليس هو الذي سيقوم بهذا الرفع. نتكلم هنا عن لو بلافون دي بري. إذا نتكلم عن المبني للمجهول، يعني أن هناك أشخاص آخرون هم الذين سيقومون بهذا الرفع من هذا لو بلافون دي بري. إل أ ديكلاري كو لو بلافون دي بري سوغي غولوفي. ملي تيكون عندنا المبني للمجهول لا فوا باسيف، إذا طبعا تناخذوا الزمان ديال لوكسيليير. هنا عندنا لوكسيليير هو هاد سوغي اللي هو لو فيرب اتر او كونديسيونيل بريزون. بمعنى اخر نتكلم عن تصريف لو فيرب غولوفي او كونديسيونيل بريزون ولكن على فوا باسيف ماشي على فوا اكتيف. ثم عندنا ميولي. ميولي اذا نتكلم عن صوت القطه، انك تقوم بصوت كصوت القطه. ميولي مثلا ان شاكي بيجي بليسي او افامي فا بروبابلومون ميولي. Un chat qui est piégé, blessé ou affamé va probablement miauler. Un chat qui est piégé, نتكلم عن قط يقع في مصيدة. ممكن أنه يجد نفسه عالقا في مكان معين. Un chat qui est piégé. طبعا لو فيرب piégé ومن مثلا كلمة piège. إذا نتكلم عن المصيدة. إذا فعل piégé يعني أنك تسبب مصيدة لشخص ما، لكائن ما إلى غير ذلك. ان شاكي بيجي اذا نتكلم عن قط انه يحصل في مصيده. بليسي بليسي انه مجروح. طبعا لو فيرب بليسي، لو فيرب بليسي فعل جراحه، ولكن هنا نتحدث عن ان شا بليسي. اذا نتكلم عن قط مجروح او افامي او جوعان. اذا القط الذي يكون عالق في مكان ما مجروح او جوعان فا بروبابلومون ميولي، انه من المحتمل ان يصرخ. طبعا بالطريقة التي نعرفها عن القطط نقول هنا il va probablement miauler، هو من المحتمل probablement من المحتمل miauler سيصرخ. إذا كما قلنا un chat qui est piégé blessé ou affamé va probablement miauler. ثم عندنا les chats vont aussi ronronner ou miauler doucement s'ils sont heureux de vous voir. Les chats vont aussi ronronner ou miauler doucement s'ils sont heureux de vous voir. إذا القطط vont aussi ronronner أنهم سيقومون بتلك الغنغنة. نتكلم هنا عن الصوت الذي تحدثه القطط عندما تجد دفئا ما أو عندما تكون بالقرب من شخص ما، أن تحدث ما يشبه الرنين. نقول على القطط بأن les chats ronronnent. les chats ronronnent
إذا القطط تقوم ببث هذا الصوت. لي شافون أوسي، القطط هي أيضا فونغوني، أنها ستقوم بهذا الصوت، أو ميولي أو أنها ستصرخ كما ذكرنا، دوسمون دوسمون بهدوء كما نقول ببطء. سيل سون أوغو دوفواغ، إذا كانت هذه القطط فرحة دوفواغ برؤيتك، إذا كانت القطط فرحة برؤيتكم أو برؤيتك. لي شافون سي غونغوني أو ميولي دوسمون سيل سون أوغو دوفواغ. ثم عندنا كيل أفخوز ميوزيك، كيل أفخوز ميوزيك، إذا نتكلم عن أي موسيقى فظيعة هذه كما نقول، أي موسيقى فظيعة. Pourquoi tu écoutes cette affreuse musique؟ لماذا تستمع لهذه الموسيقى الفظيعة؟ Pourquoi tu écoutes cette affreuse musique؟ لماذا أنت تستمع أو لماذا أنت تستمعين لهذه الموسيقى الفظيعة؟ كلمة أفخوز ممكن أن تكون لغير الموسيقى، كما في المثال الموالي: Quelle affreuse nuit nous avons eu، أي ليلة فظيعة كانت لنا. Nous avons eu يعني كانت لنا. كيف ما تلاحظوا بأن كلمة نوي كلمة مؤنثة، إذا طبعا سنقول هنا أفخوز ولا نقول هنا أفخو، إذا كيل أفخوز نوي، أي ليلة فظيعة. nous avons. ثم عندنا لو فيرب أفواغ، يأتي بعد كلمة ليلة، إي ستكون عند أ. لو قلنا nous avons eu une affreuse nuit، نحن كانت عندنا ليلة فظيعة، إي سنحذف لها أ. على عكس أيضاً مثلا الذي يجعل لو بارتيسيباسي يتأثر بالفاعل، إن كان في الجمع نضيف أس مثلا، إن كان مؤنثا نضيف أ، إن كان جمع مؤنثا نضيف أ أس إلى غير ذلك. إذن كما نعرف طبعا في الأزمنة المركبة عندما نصرف فعلا ما مع لوكسيليغ أتخ، خاصة هنا عندنا لو فيرب أفواغ، نو زافون إي، عندنا لو فيرب أفواغ، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بلو فيرب افواغ اللي هو اي، ثم عندنا لوكسيليغ افواغ اللي هو افون. اذا عندنا لوكسيليغ افواغ ثم زائد لو بارتيسيباسي دو فيرب افواغ، اذا نتكلم عن لو فيرب افواغ كفعل يفيد الملكيه. نو زافوي، نحن كان عندنا، كما نقول نحن كنا نملك. كيل أفخوز نوي، اذا اي ليله فظيعه. Nous avons eu. Nous avons eu. كانت عندنا أو كانت لنا. إذا طبعا في هذه الحالة كيف ما تلاحظوا بأن تقريبا الحالة الوحيدة التي يتأثر فيها لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، مثلا هنا عندنا عندنا لو فيرب أفواغ، طبعا عندما يصرف مع لوكسيليغ أفواغ هي عندما يكون هذا الشيء المتحدث عنه قبل الفعل، عندما يسبقه لو كومبليمون دوبجي ديريكت. طبعا ان كان مؤنثا طبعا هنا سيتاثر هاد لو بارتيسيباسي، لو كان في الجمع نفس الشيء سيتاثر ونضيف اس. طبعا هنا كلمه نوي هي كلمه مؤنثه سنضيف أ. ثم عندنا ايل سوبات، ايل سوبات كما نقول انهم يتصارعون او يصارعون الى غير ذلك. اذا في المثال الموالي نو سافون با بوكوا ايل سوبات، نحن لا نعرف، نو سافون با، قلنا لو فيرب سافوار او بريزون، اذا قلنا مثلا نو سافون نحن نعرف، بوركو اي سوبات، لماذا هم يتعاركون او يتصارعون. هنا يسي لو فيرب سوباتخ، اذا عندنا فعل تصارع كما نقول. نو سافون با بوركو اي سوبات، نحن لا نعرف لماذا هم يتصارعون. نو سافون با بوركو اي سوبات، نحن لا نعرف لماذا هم يتصارعون. ثم نقول Ces gars ont besoin de savoir pourquoi ils se battent. إذن هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الرجال ont besoin de savoir، هم عندهم حاجة ليعرفوا pourquoi ils se battent، من أجل ماذا هم يتصارعون. كما تلاحظوا عندنا pourquoi في المثال الأول، ثم عندنا pourquoi في المثال الثاني، pourquoi لماذا، ثم عندنا pourquoi من أجل ماذا. Ces gars ont besoin de savoir pourquoi ils se battent. هؤلاء الأشخاص أو الرجال ont besoin، هم عندهم حاجة، de savoir لكي يعرفوا، pourquoi
من أجل ماذا؟ إل سوباط، هم يتصارعون. كما ذكرنا سي لو فيرب سوباطر. ثم عندنا لي شا ديسباريس، لي شا ديسباريس، إذن القطط تختفي، القطط تختفي، لي شا ديسباريس، القطط تختفي. المثال الموالي il se passe des choses curieuses à Mystérieville. Tous les chats disparaissent dans d'étranges circonstances. Tous les chats disparaissent dans d'étranges circonstances. إذن تحدث أشياء غريبة. Il se passe. Le va se passer يعني فعل حدث. Il se passe des choses curieuses. إذن تحدث أشياء غريبة à Mystérieville في هذه المدينة التي تسمى هكذا. طبعا هذه لعبة من اللعب التي يطلب فيها من الشخص أن يقوم بتحقيق حول موضوع ما. الموضوع الذي عندنا هنا طبعا هو il se passe des choses curieuses à Mystérieville. إذن تحدث أشياء غريبة في هذه المدينة. Tous les chats disparaissent dans d'étranges circonstances. كل القطط تختفي. طبعا هنا عندنا الغرب disparaître. Tous les chats disparaissent. كل القطط تختفي. Dans d'étranges circonstances. في ظروف غريبة. في ظروف غريبة. المطلوب هنا طبعا هو القيام بتحقيق حول هذا الموضوع من خلال هذه اللعبة. إذن il se passe des choses curieuses à Mystérieville. Tous les chats disparaissent dans d'étranges circonstances. إذن كل القطط تختفي في ظروف غريبة. طبعا كلمة curieuse في المذكر نقول curieux ممكن أن تعني تطفولي. طبعا ممكن أن تعني أيضا غريبة كما عندنا هنا. ممكن أن تعني أيضا محب للإطلاع. ممكن أنني أقول مثلا je suis curieux كذا وكذا، يعني أنا أحب الإطلاع في كذا وكذا في موضوع ما مثلا. إذا طبعا بهذا المعنى الذي عندنا هنا نتكلم عن des choses curieuses. إذا نتكلم عن أشياء تدعو للإطلاع كما نقول. لماذا هي أشياء تدعو للإطلاع؟ لأنها أشياء غريبة. كل الأشياء الغريبة طبعا تطرح تساؤلات. كل الأشياء الغريبة تطرح تساؤلات، نحب معرفة الأجوبة عنها. إذن هذا الذي عندنا هنا. إذن نتكلم عن أشياء غريبة تدعو للتساؤل كما نقول، وبالتالي فهي تدعو للإطلاع كما نقول. إذن هي تفهم بهذا المعنى الذي عندنا هنا. إذن il se passe des choses curieuses كما نقول بأن تحدث أشياء غريبة تدعو للإطلاع كما نقول à Mystérieville في هذه المدينة. ما هو هذا الموضوع الذي يدعو للإطلاع؟ tous les chats disparaissent dans d'étranges circonstances. tous les chats disparaissent، كل القطط تختفي، dans d'étranges circonstances. طبعا نقول عن شيء بأنه étrange يعني أنه غريب غير معتاد. Dans d'étranges circonstances. في المثال الموالي مثلا chaque année en Nouvelle-Écosse des centaines de chats disparaissent et ne retrouvent jamais leur famille. chaque année en Nouvelle-Écosse des centaines de chats disparaissent et ne retrouvent jamais leur famille. في كل سنة en Nouvelle-Écosse في هذا البلد des centaines de chats. إذا المئات من القطط disparaissent أنها تختفي et ne retrouvent jamais ثم أن لا تجد بالمرة لوغ فامي عائلاتها. إذن عندنا قطط تعود لعائلات معينة في هذه المنطقة في هذا البلد نوفيليكوس. المئات من القطط أنها تختفي ولا تعود بعد ذلك بالمرة إلى عائلاتها. شاكاني أون نوفيليكوس دي سونتين دو شا ديسباريس إي نو غوتخوف جامي لوغ فامي. ثم عندنا La vache se réveille. La vache se réveille. إذا نتكلم عن البقرة أنها تستيقظ. Le verbe se réveiller هذا فعل استيقظ. كما نقول أنه أيقظ نفسه. مثلا في المثال الموالي La vache se réveille se tient debout. إذا البقرة تستيقظ. Se tient debout. كما نقول أنا تقف. Se tient debout. Le verbe se tenir debout. كما نقول أنك تأخذ نفسك واقفا. أنك تأخذ نفسك واقفا المقصود أنك تقف. La vache se réveille. إذن البقرة تستيقظ. طبعا هنا عندنا le verbe se réveiller على عكس مثلا le verbe réveiller هذا فعل أيقظ.
شخص ما يوقظ شخص آخر. هنا في هذه الحالة نتحدث عن لو فيرب ريفي. هنا عندنا لو فيرب سو ريفي، كما نقول أنه أيقظ نفسه أو يوقظ نفسه. لافاج سو ريفي، إذن البقرة تستيقظ، كما نقول أنها توقظ نفسها. سو تيدوبو، ثم تأخذ نفسها واقفة. اي مارش افيك ان دوبلا، ثم تسير بظهر مستوي. لافاش سو ريفي سو تيدوبو اي مارش افيك ان دوبلا، اذا ثم تسير بظهر مستوي. في المثال الموالي مثلا، نو زافون ريفي سيت فاش اون اريفون. نو زافون ريفي سيت فاش اون اريفون، نحن ايقظنا هذه البقره اون اريفون، بالوصول. عند الوصول المقصود عند وصولنا. nous avons réveillé، عندنا لوفير ريفي، هذا فيها الايقاظ مصرف مع l'auxiliaire avoir في الباسي كومبوزي. nous avons réveillé، نحن ايقظنا cette vache، هذه البقره en arrivant، عند الوصول المقصود عند وصولنا. اذا la vache se réveille. ثم عندنا à sa façon. à sa façon، كما نقول على طريقتي. طبعا لا فاصون طريقه الى غير ذلك، كما نقول لا مانيير. اذا عندنا هنا ا سا فاصون، على طريقتي. في المثال الموالي مثلا، شاك اتليت بو رياجير ا سا فاصون ا لا شالور اي ا لوميديتي. اذا شاك اتليت، كل عداء، شاك اتليت، اذا كل عداء بو رياجير ا سا فاصون، يمكن ان يتفاعل ا سا فاصون بطريقته ا لا شالور، مع الحرارة اي ا لوميديتي، ثم مع الرطوبة. كل عداء له طريقته في التعامل مع الحرارة ثم مع الرطوبة. شاك اتليت بو رياجي ا سا فاصون ا لا شالور اي ا لوميديتي. ثم عندنا نوبليي با كو شاكا سيمي لا فورماسيون ا سا فاصون. نوبليي با كو شاكا سيمي لا فورماسيون ا سا فاصون. اذا لا تنسوا، نوبليي با، لا تنسوا، طبعا نتكلم على لوفيرب اوبليي، هذا فعل ناسية. هنا عندنا نوبليي با، نو اوبليي با، لا تنسوا. كو شاكا بأن كل واحد اسيميل، طبعا هنا عندنا لوفيرب اسيميلي، هذا فعل استوعب. كو شاكا اسيميل، بأن كل شخص يستوعب. يستوعب ماذا؟ لافورماسيون، المعلومة. ا سا فاصون، على طريقته أو بطريقته. إذن علينا ألا ننسى بأن كل شخص يمكن أن يستوعب المعلومة بطريقته الخاصة. نوبلي با كو شاكا سيمي لا فورماسيون ا سا فاصون. ثم عندنا كلمة لوي، 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 إذا نتكلم عن العين. طبعا في الجمع نقول ليزيو، ليزيو، الأعين كما نقول، أو العينين. في المثال الموالي مثلا، سي بوتي سينمون، سي بوتي سينمون sont souvent invisibles à l'œil nu. Eden, ces petits saignements sont souvent invisibles à l'œil nu. Ces saignements sont souvent invisibles à l'œil nu. Eden, هذه الجروح كما نقول. ومن مثلا لو فيرب سيني، سيني كما نقول انه ينزف. ces petits saignements، ces petits saignements، هذا النزيف الصغير كما نقول. اذا نتكلم عن جروح انه ينزف من الدم، ولكن بشكل دقيق. سي بيتي سيمو، اذا هذه النزيفات كما نقول. اذا نتكلم عن هذا النزيف الصغير، نتكلم عن نزيف على مستوى دقيق من الجسم، نتكلم عن نزيف يتم في مستوى صغير جدا من الجسم مثلا. اذا سي بيتي سيمو سون سوفون، اذا هذه النزيفات ان صح التعبير الصغيره، سون سوفون انفيزيبل، هي في الغالب انفيزيبل الأي ني، أنا غير مرئية بالعين المجردة. كما نقول هنا الأي ني، كما نتكلم عن عين عارية ليس عليها ما تلبسه، الأي ني. إذا نتكلم عن العين المجردة، الأي ني، بالعين المجردة. إذا كما قلنا سي بوتي سيمو سون سوفون انفيزيبل الأي ني، إذا هذه الجروح كما نقول أو هذه النزيفات الصغيرة أنها غير مرئية بالعين المجردة. ces petits saignements sont souvent invisibles à l'œil nu. n'oubliez pas venir faire un essai routier ou simplement vous rincer l'œil.
نيزيتي با، لا تترددوا، افنيغ في المجيء، افنيغ فيغ ان سيغوتي للمجيء، للمجيء لفعل او للقيام ب ان سيغوتي. كما نتكلم عن تجربة طرقية، محاولة قيادة السيارة مثلا، او سامبلومون او ببساطة فوغانسي لوي، كما نقول انك تغسل العين، نقصد هنا حتى تغذي عينك. لا تتردد في المجيء للقيام بتجربة او للقيام باختبار قيادة السيارة مثلا، او ان لم تقم بهذا او سامبلومون او ببساطة فوغانسي لوي، انك تغذي عينك، المقصود انك ترى وتستفيد من خلال رؤية الاخرين وهم يقودون السيارة. ثم عندنا إيسايون، هذه صيغة ممكن أن تكون للامبيراتيف لفعل إيساي، فعل حاولة، ومن مثلا كلمة لسي المحاولة أو التجربة كما نقول. إذا عندنا هنا إيسايون ممكن أن تكون صيغة فعلية لهذا الفعل، هذا لو فيرب إيساي أو بريزون أو بيان الامبيراتيف. إذا ممكن أن تكون في الحاضر، نقول مثلا نوزي سيون، نحن نحاول أو نحن نجرب إلى غير ذلك. وممكن نقول إيسايون فنجرب أو فلنحاول، إيسايون ممكن أن تكون صيغة فعلية لهذا الفعل في الأمر على الامبيراتيف. إلي كومبليكي دو كومبخوندر سو كو نوز إيسايون دو فير، إلي كومبليكي إنه معقد، إلي كومبليكي إنه معقد، نقول عن شيء بأنه كومبليكي أنه معقد. هنا عندنا إلي كومبليكي إنه معقد، de comprendre فهم ماذا؟ ce que nous essayons de faire، ce que nous essayons de faire هو معقد فهم. كما نقول هنا ما نحاول فعل، ce que nous essayons de faire الذي نحاول ان نفعل. اذا انه معقد ان تفهم الذي نقوم او نحاول ان نفعل، هذا الذي نقوم به هو جد معقد حتى تفهموه بمعنى اخر. Il est compliqué de comprendre ce que nous essayons de faire. Tomaidana, ce que nous essayons de faire est de partager nos connaissances. الذي نحاول أن نفعل، الذي نحاول فعله est de partager nos connaissances. هو أن نشارك معرفنا. الذي نحاول فعله هو أن نشارك الناس nos connaissances، معرفنا. طبعا ومن مثلا كما رأينا le verbe connaître، في عرف. ثم عندنا إفخي، مفزوع أو خائف. إذا نتكلم عن الوظيف إفخي، هذا فعل أفزع أو أخاف. إذا نقول مثلا لاتر سومبلي أغريسيف إي لو غارسون إفخي سي سوفي، لاتر سومبلي أغريسيف إي لو غارسون إفخي سي سوفي، لاتر سومبلي أغريسيف، لاتر سومبلي أغريسيف. إذا الكائن يبدو، سومبلي أنه كان يبدو أغريسيف، كما نقول عدواني. لا تسمبلي أغريسيف، الكائن يبدو أو كان يبدو عنيفا أو عدوانيا. إلو غارسون إفخي، إلو غارسون إفخي. ثم إن الطفل إفخي، كما نقول الخائف سي سوفي، أنه هرب، أنه نجا بنفسه من هذا الكائن الذي يبدو عنيفا. لا تسمبلي أغريسيف، إلو غارسون إفخي سي سوفي. في المثال الموالي elle était seule effrayée et son abri، لقد كانت وحيدة، elle était seule، كانت وحيدة، effrayée كما نقول خائفة، et son abri وبدون ملجأ، أنا تبيت بمكان عاري ليس به ملجأ. وهكذا مع كلمة effrayée نكون قد انتهينا من هذه الكلمات والأمثلة التي جاءت في سياقها. في الفقرة القادمة إن شاء الله سنكمل مع بقية النص. إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.